حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن ان بريره جاءت تستعين عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبه واحده فاعتقك فعلت فذكرت بريره ذلك لاهلها فقالوا لا الا ان يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمره ان عائشه ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق